بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي ده تاني نص في تاني جزء في المنهج، اللي هو بقى بيجيب لك قيم دبسات مع قيم طبعا التي او سي والاس 1 والاس 2 والتي ماكس وكل حاجه، هو بيجيب لك قيمها مع كل دبس وانت بقى بتستخدمها، بحيث ان انت بتعمل بلوتنج بنفسك، تبدا ان انت تاخد القيم ديت وتنقطها في اكتر من كيرف. في كيرفات بتديك انديكيشن عن الماتوريتي، في كيرفات بتديك انديكيشن عن الكواليتي، وفي كيرفات بتديك انديكيشن عن الريتشنس اللي هي الكوانتيتي. فانت في الاخر خالص بتطلع بريبورت بتكتب فيه الحاجات اللي انت طلعت بيها من البلوتس ديت. وممكن قبل ما تكتب الريبورت بيجيب لك بقى ورقه زي دي، انت بتعمل لوج بنفسك عن طريق الانفورميشن اللي انت طلعتها من الكيرفات ديت من البلوتنج بتاعك. بتعمل انت اللوج بنفسك كده وبتبدا تكتب عنه ريبورت زي اللوج الاولاني خالص، الريتشنس والكواليتي والكوانتيتي برضو كل حاجه فيه. دلوقتي هنخش على تالت جزء عندنا في العملي، اللي هو جاز هيدريت ديبوزيت. احنا عايزين نعرف نوع الجاز اللي عندنا، اذا كان هو بايوجينيك ولا ثيرموجينيك ولا ميكسد. بنعرفه من حاجتين، هو بيديك تيبل الاول، التيبل جواه سي 1 ودلتا سي 13. السي 1 ليها رينجات، لو اكتر من 99% يبقى بايوجينيك جاز، من 90 ل 97% يبقى ميكسد، اقل من 90% يبقى ثيرموجينيك جاز. تاني حاجه بنطلع منها اللي هي دلتا سي 13، برضو ليها رينجات، لو اقل من 50% هي الارقام عندنا بالنيجاتيف، بس احنا مش هناخد نيجاتيف مبدئيا، تمام؟ لو اقل من 50% يبقى ثيرموجينيك، من 50 ل 60 حاجه اسمها ترانزيشن زون اللي هي ميكسد، يعني اعلى من 60% بيبقى اللي هي بايوجينيك. بناخد الارقام بتاعت كل سايت لوحدها ونحطها في الجراف، نعمل جراف، بنحط هنا السي 1 بالبرسنت بتاعتها من 0 من 100، وبنحط هنا الدلتا سي 13، بس بنحط هنا الزيرو ونمشي العكس. بعد كده بنقسم الجراف اللي عندنا ده لزونز، زي ما قلنا لو اقل من 50 يبقى ثيرموجينيك، من 50 ل 60 يبقى ترانزيشن زون او ميكسد، اعلى من 60 يبقى ميكسد بايو سوري. بعد كده ناخد البوينتس نوقعها بتاعت كل سايت لوحدها وبنعمل عليها دايره وبنشوف السايت ده واقع فين، في السيرمو ولا الميكسد ولا البايو. بس